أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن بلغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمهما لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية التي تقام على أرض المملكة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الجولة العالمية لكرة السلة 3-on-3 التي ستنطلق يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمنطقة بحرين هاربور، وذلك بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والسيد أغناسيو سوريانا رئيس فعاليات 3-on-3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة والسيد علاء مدارة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة. وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد للجولة العالمية لكرة السلة وجهود وزارة السياحة والاتحاد البحريني لكرة السلة والجهات الحكومية والشركات الراعية واللجان العاملة، معربا عن اعتزازه بالشراكة الثنائية بين كل من اللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي أثمرت عن استضافة الحدث للسنة الثانية على التوالي. وأكد سموه أن حصول مملكة البحرين على حق استضافة الحدث لثلاث سنوات يعطي دلالة واضحة على الثقة بقدرات المملكة على التنظيم المتميز، وهو ما أثبتته النسخة الأولى التي شهدت نجاحا كبيرا من حيث الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية والتنافس القوي، مؤكدا سموه على جاهزية اللجنة المنظمة لاستضافة الحدث بأفضل صورة. بتعاون مشترك بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة، تنطلق منافسة الجولة العالمية 3x3 لكرة السلة، والتي تستضيفها مملكة البحرين للمرة الثانية على التوالي، وسط تجهيزات كبيرة لضمان نجاح استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي. هذه بطولة من البطولات العالمية للعبة 3-on-3، مثل ما تعرف هذه من أكبر الفعاليات الرياضية اللي تحصل في مملكة البحرين، وكل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه واهتمامه لهذه الفعالية الكبيرة. فبلا شك أن هي بطولة مهمة، وراح تكون في بعد مشاركة لفريق بحريني فريق الرفاع اللي نتمنى له إن شاء الله التوفيق في هذه البطولة، ونتمنى إن شاء الله حضور الأهالي والمشجعين لهذه البطولة. طبعا الدخول راح يكون مجاني، وفي كثير من الفعاليات المصاحبة مثل الفانزون الألعاب الموجودة هناك اللي فعلا راح تكون يعني مؤشر طيب للحضور. ولن تكون الجولة العالمية مقتصرة على المنافسات الرياضية، بل تمتد إلى تحويل الحدث لمهرجان رياضي وعائلي وترفيهي وسياحي متكامل، بهدف الترويج لمملكة البحرين باعتبارها إحدى الوجهات الرائدة في المنطقة من حيث السياحة الرياضية واستقطاب أفضل وأقوى المنافسات وتنظيمها. طبعا هذه النوع من الفعاليات أو الأحداث الرياضية اللي تستضيفها مملكة البحرين لها تأثير نوعي للقطاع السياحي، منها الترويج لمملكة البحرين كوجهة مفضلة للسياحة الرياضية، والسياحة الرياضية بحد ذاتها هي من المعايير الرئيسية اللي ترتكز عليها الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين اللي احنا أطلقناها في 2022 إلى 2026. وتواصل مملكة البحرين تنظيم الأحداث الرياضية الجديدة، ومن بينها الجولة العالمية 3x3 لكرة السلة التي تكتسب شعبية وأهمية كبيرة على المستوى العالمي، لتوفير فرصة مثالية لعشاق اللعبة لمتابعة نجوم كرة السلة العالمية، لتصبح البحرين اليوم الوجهة المثلى لاحتضان مختلف البطولات الرياضية والإقليمية والقارية والدولية. بعد النجاح الباهر لاستضافة مملكة البحرين لبطولة 3x3 لكرة السلة، ها هي النسخة الثانية من هذه البطولة العالمية تنطلق في قلب العاصمة المنامة وسط جهود كبيرة من قبل اللجان المنظمة، بما يعزز من مكانة المملكة على خارطة الرياضات العالمية. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.